تفاصيل صغيره واكل سمك بطعم تاني النهارده مع بعض. تعالوا نشوفوا نعمل سمكه الناجل ازاي بالخضار. المقادير بتاعتنا على الشاشه وتفاصيلها بسيطه وسهله. معانا سمكه تزن من الجرامات تقريبا 750 جرام، بعد ما نضفناها توزن تقريبا 650 او 600 جرام. ومعانا تشكيله من الخضار اللطيف من خير ارضنا، فلفله ملونه، جزر، كرفس، بصل، فلفل الوان، وطبعا ما ننساش شويه روزماري حلوين مع بعض، والثوم والبهارات بتاعتنا، مفيش ملح، في صويا صوص وزيت سمسم. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه. اول حاجه تشكيله الخضار معايا، بجيب البصل بقطعه جوليان، معايا السمكيه الحلوه، باخد البصلايه كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي، حلو قوي، كمان بصلايه. فرصه ان احنا ناكل الخضار بطعم السمك، وفرصه ان الخضار يشارك مع اطباق السمك اللي بنستخدمها، يعني نخرج من جو اللي هو يبقى السمك كله مقلي على السفره. خلي بالك ده حلو قوي على فكره، لان الخضروات مفيده سواء في الصيف سواء في الشتاء. حلو قوي، دي شكلة الخضار بتاعتنا الجميله. بنجيب كسروله زي دي كده وبنحط فيها كمية الخضار، إذا كان بصل قطعناه، إذا كان خضار مشكل بالشكل ده اختصارا للوقت مقطعينه ومزنبلاص وجاهز معانا، كوسة، جزر، فلفل ألوان. الطبق ده روحه في كرفس بلدي أو أفرنجي بيسموه طبعا، ده موجود في المحلات او السوبر ماركات الكبيره بتجيبيه، طبعا بيبقى حلو. ده للسمك حلو جدا، سواء في طبق شوربه بتستخدميه، سواء في الصواني، ده كرفس افرنجي، في منه البلدي بتاعنا برضو لطيف وحلو، بس ده طبعا هيبقى شكله حلو، بنقطعه بالشكل ده كده. الكرفس ملك الشوربه وخاصه السي فود، قطع بالشكل ده كده ونلم الورق بتاعه ده كده، مهم جدا. بناخد الخضار ده يا عم الشيف نتبله، ومعايا طاسة شديدة الحرارة على النار جاهزة. الخضار ياخد التتبيلة دي كده، شوية الخضار دول حلوين على فكرة عندك في البيت بقى، بعد ما يبرد ممكن تستخدمهم كسلطة، بنحط عليهم صويا صوص. طالما يا ست الكل يا أمي يا خالتي حطيتي صويا صوص، حذاري انك تحطي ملح، ونحط شويه ثوم طازه فريش، حلو قوي. سيبك من الثوم الباودر ده ما ياكلش عيش، انا مش ضده ولا حاجه يعني، هو بعض الحاجات بيبقى مفيد جدا في الايه، في الفرايد المقليات، اما في الاطباق الرئيسيه بتاعتنا الشرقيه لا يحبب فيها الثوم الباودر، خلي بالك، ولكن انا مش ضده برضه عشان ما حدش ياخد الموضوع بايه، لا يعني بتعملي مقلي بتعملي كريسبي، لو استخدمت توم باودر وبصل باودر وجنزبيل باودر اكيد بيضيف ليفر حلو مع المقليات ومع الكريسبي ومع الكفر بتاع المقليات. حلو الكلام، حلو الكلام. انا حطيت شويه شبت صغيرين، هحط شويه هنا بابريكا حلوين كده. معانا الطاسه شديده الحراره على النار، بحط شوية زيت زيتون بالشكل ده كده، حلو، وأقلب كل الخضار ده مع بعضه بإيديا كده، يبقى فيه مزيج كده حلو. هي كده لوحدها سلطة عموما يعني. نقدر نستخدم الخضار ده بقى محطة الإبداع، نعمل اسبرينج رولز منها، نعمل فطيرة منها بعجينة جلاش أو عجينة فطاير هشة، نستخدمها مع أطباق مكرونة تبقى لطيفة، حشوات بيتزا تبقى لطيفة، تشكيلة من الخضار لطيفة هيت، خدت طعم الصويا صوص بعيد عن الملح خالص، عندك زيت سمسم حطي معلقة مفيش مشكلة، الخضار كده جاهز. ناخد السمكة الحلوة بتاعتنا اللطيفة دي كده بالشكل ده كده، بنيجي على جسمها ده كده نقطعها بالشكل ده كده،
فاتحه من عند السلسله عشان طعم والفليفر يخش على السلسله بتاعتها. نيجي نفس القصه هنا كده مطلوب تمام، ونيجي هنا في قلبها نحشيها شويه. شفت ازاي؟ اه طلعنا. نبص على المعده بتاعت السمكه. بص انا عايزك تبص كده الاول السمكه اتنضفت ازاي. اه 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 هو ده. طيب ناخد الخضار بتاعنا. حلو اهو. الحشوه دي بتدي شخصيه للسمكه. قفلتها كده بخليها بالشكل ده كده. نشيل ده بقى خلاص. نبدا نحط هنا معلقتين زيت مع صينيه شديده الحراره اهي زي الفل. باخد السمكه دي يا عم الشيف اللهم صل على النبي، واجي حاططها هنا كده. يلا الله هو ده. واخد الخضار بتاعي ده كده جنبيها كده. ايه اللي هيحصل هنا؟ ايه بقى يعني ايه الكيمياء اللي هتحصل هنا؟ السمكه نتيجه التحمير في طاسه شديده الحراره هتديني البهريز بتاعها، الدهون بتاعها، اوميجا 3 بتاعتها، الدهون بتاعت السمكه ما بين الجلده وما بين اللحم هيختلط مع الخضار، وانا بغرفها بقلب كله مع بعضه هيبقى طعم الخضار واخد طعم السمكه. هنا ده بقى الشطاره. اه زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، فرن شديد الحراره، وانت واقفه في المطبخ كده زي الباشا عملت سمكه بطعم تاني خالص. وما تسمهاش بقى صينيه سمك بالخضار، لا خالص. ونروق المطبخ بتاعنا. نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ الكلام ده هنشوفه دلوقتي حالا مع بعض. معانا ورقه زبده هنيه. الله عليك. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الصورة الحلوة مع سمك الناجل بالخضار مع صويا صوص تفاصيله شفناها من البداية. أستاذن فريق العمل نطلع بمقاديرها كده مع الطاسة والصينية الحلوة. تشكيلة من الخضار زي الفل اهيت. هناخدها زي ما هي كده عينية. هجهزها علشان نبدأ إن احنا نحطها في الفرن. تمام هنغطيها كده زي الفل. لازم نغطيها كويس. ليه يا عم الشيف؟ علشان اعمل عمليه احتباس البخار والسوائل اللي هتنزل من السمكه. اديها فرصه تتعرف على تشكيله الخضار اللطيفه. اهو كانك بتعملي ديك رومي. اه زي الفل. اقفلها كده في درجة حرارة 180، 200 مش مشكلة. نعمين؟ لا زي ما هي كده. ما هي حلوة. والسؤال ده جميل جدا. المخرج الجميل بتاعنا بيقول لي المفروض تتقلب ولا ما تتقلبش؟ ان انا احطها في الفرن كده بتاخد نص التايم بتاع التسوية زي ما هي متغطية. النص التاني برفعها على شبكة الفرن واشيل الغطا بتاعها هتديني اللون اللي انا عايزه. الكلام ده والتفاصيل هنشوفها من بداية الآن دلوقتي كده بالظبط 30 دقيقة 25 دقيقة حسب وزن وحجم السمكة. دخلتها الفرن؟ اه نقفل الفرن. تعالوا نطلع مع بعض السمكة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا مع بعض. اه هنقدمها هنا. سمكة ناجل مشوية بالخضار صويا صوص، تشكيلة من الخضار خير أرضنا، ثوم، بصل، جنزبيل، والحلاوة الجميلة والسمكة رافعة ديلها. ايه الحلاوة دي؟ يلا ألف هنا وشفا. فتعالوا مع بعض نشوف احنا عملنا ايه مع بعض. اه ببساطة خالص خدنا أول حاجة السمكة الناجل بتاعتنا تبلناها، وجبنا الخضار المشكل بتاعنا قطعناها شكل جوليان. دي مصطلحات طوية مالكيش دعوة بيها، أو قطعها عيش ورايح. وتبلناه بالصويا صوص والثوم وزيت الزيتون. وبعدين خدنا السمكه حشيناها الخلطه اللطيفه
وحطيناها في طاسه شديده الحراره وحطيناها في النار، حلوه قوي، وسبناها تكمل سواها في الفرن. والتفاصيل معايا السمكه وبياضها، نشوف طبعا السمك الناجل وبياض الناجل واللحم الابيض بتاعه جميل ازاي. بص على البياض، بص على الحلاوه. الف هنا وشفا اللي ياكل. شفت السمك البياض؟ ده دي التفاصيل. الف هنا وشفا مع الخضار بتاعنا زي الفل.